السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة، وأنهى بالموت آمال القياصرة، فنقلهم بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والنساء والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان، ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خاطبه ربه جل وعلا بقوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها للمسلمين في أنحاء الأرض لأذكر نفسي وإخواني بالساعة التي سنقف فيها بين يدي الله جل وعلا لنصحح مسيرتنا في هذه الحياة الدنيا، لنضبط الأقوال والأحوال والأفعال والأعمال. فأنا لا أقدمها من باب الطرف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة التي لا تتعامل فقط إلا مع الكلمات أبدا، ولا أقدمها هروبا من الواقع، بل أقدمها تصحيحا للواقع، إذ أننا نعيش واقعا طغت فيه الماديات والشهوات، وانشغل فيه كثير من الناس عما هو آت، وانحرف كثير من الخلق عن منهج رب الأرض والسماوات، وقست القلوب وتراكمت الذنوب على الذنوب، وقل الخوف من علام الغيوب. أذكر نفسي وإخواني بأحداث النهاية، لأنني أرى الإنسان الآن يفعل بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات، وكأن الحياة ستنتهي بالموت ويسدل الستار على قصة الإنسان. لا، الحياة لا تنتهي بالموت، بعد الموت بعث، وبعد البعث حشر، وبعد الحشر حساب، وبعد الحساب ميزان، وبعد الميزان حساب، وبعدهما صراط، بعد الصراط جنة أو نار. لابد أن تعرض على الواحد القهار،
لتسأل عما قدمت يداك في هذه الدار. لا تتصور أنك لن تسأل عن كلمة تلفظ بها لسانك أو عن فعل جنته يداك، حتى وإن استطعت أن تخادع الخلق، كل الخلق، فلن تخادع الخالق جل وعلا، بل سترى ما قدمت في دنياك مسطرا في كتاب عند ربي جل وعلا، لا يضل ربي ولا ينسى، ليقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. توقفنا في الحلقة الماضية مع القبر، وها هو القبر قد أغلق على صاحبه، إلى متى؟ إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. أسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وألا يجعلها حفرة من حفر النيران. وقد تحدثت بالأدلة القرآنية والنبوية في أحوال القبر في الحلقة الماضية. أغلق القبر على صاحبه إلى قيام الساعة. فتعالوا بنا لنتحدث عن الساعة، ولنبدأ حديثنا من هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن أشراطها أو أماراتها أو علاماتها. قبل أن أتحدث عن مراحل الساعة من بعث وحشر وميزان وحساب وصراط وجنة ونار إلى غير ذلك من هذه الأحوال، تعالوا بنا أيها الإخوة والأخوات لنتحدث عن العلامات أو الأمارات أو الأشراط التي ستكون بين يدي الساعة، من علامات صغرى أو علامات كبرى. وأضع بين يدي الحديث عن أشراط الساعة مجموعة من الأصول المهمة. الأصل الأول: الساعة آتية لا ريب فيها، لا تغتر. الساعة آتية لا ريب فيها، لابد أن يعلم هذه الحقيقة الظالم والمظلوم معه. فليعلم الظالم أنه سيعرض على الله جل وعلا للقصاص، وليهنأ المظلوم الذي عجز ولم يستطع أن يسترد مظلمته في الدنيا بأنه سيقف إلى جوار ظالمه، فعند الله تجتمع الخصوم ليوفيه الله تبارك وتعالى حقه كاملا غير منقوص. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. وسأقف عند القصاص وقفة طويلة، أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. الساعة آتية لا ريب فيها ولا شك، قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا شك فيها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يظل الإنسان في قبره إلى أن يسمع النداء. قال الله جل وعلا: واستمع واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. اللهم سلم سلم. يظل الإنسان في قبره إلى أن يأمر الله جل وعلا إسرافيل بالنفخ في الصور
نفخة البعث فينفخ فتتزلزل الأرض لتتخلص من حملها الثقيل، لتنفض ما في بطنها وجوفها من بني البشر من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان المذعور المفزوع ما لها، ما الذي غير سكونها واستقرارها؟ كانت ثابتة مستقرة هادئة، ما هذا؟ يرى رعبا سأتحدث عنه بالتفصيل. ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. منظر مهيب يخلع القلوب ورب الكعبة، وسنقف عنده بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وأنا أتحدث عن البعث، عن البعث بعد الموت، عن الخروج من القبور للوقوف بين يدي العزيز الغفور جل جلاله. الساعة آتية وقريبة. قريبة؟ نعم، إن كنت تراها بمقاييسك البشرية أنها لازالت بعيدة، فإن الله جل وعلا يخبرنا بأنها قريبة. قال سبحانه إنهم يرونه بعيدا، يرون يوم الساعة بعيدة. اسمع ماذا قال ربك، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونراه قريبا. قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وتدبر قول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، كلمات في غاية الوضوح، اقتربت الساعة وانشق القمر. وسأقف عند انشقاق القمر إن شاء الله تعالى كعلامة من العلامات. اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال جل وعلا وهو يخبر عن القيامة بصيغة الماضي أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله بصيغة الماضي، والماضي والمضارع عند ربنا سبحانه وتعالى سواء. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. بل وتدبر معي، وتدبري يا أختاه قول ربنا جل في علاه يسألك الناس عن الساعة. يسألون من؟ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يا الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني يستشعر أهل الأرض وكأنهم ما لبثوا في الأرض غير ساعة إلا عشية أو ضحاها. فمهما طال الزمن فالساعة آتية، وقيامتك بموتك وقيامتي بموتي. نعم، مهما طالت الحياة ومهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، ومهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، ومهما طال المكث في القبر فلا بد من الخروج للوقوف بين يدي الحق تبارك وتعالى. إذن إن نظرت إلى الساعة بمقاييسك البشرية على أنها لازالت بعيدة، فربنا جل وعلا يخبرنا سبحانه بأنها قريبة. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. يا الله، مش ممكن.
والله العظيم لن تجد في قواميس اللغة تعبيرا عن قرب الساعة بهذه الكلمات القليلة الحاسمة. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، خلاص كلمح البصر، تغمض وتفتح انتهت، انتهى كل شيء. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. لكن اعلم أخي الحبيب وأنت أيتها الفاضلة، وهذا هو الأصل الثاني بين يدي الحديث عن أشراط وعلامات الساعة، أقول علم قيام الساعة لم يطلع الله جل وعلا عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. علم قيام الساعة غيب لا يعلمه إلا الله، هذا هو الأصل الثاني المهم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. انظر إلى هذه الكلمات. وقال ربنا تبارك وتعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر مفاتح الغيب خمس، مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. وقرأ النبي قول الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. بل من أجمل ما قرأت في هذا الباب أيها الأحبة ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين. لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى، خلي بالك، يقول عليه الصلاة والسلام فتذاكروا أمر الساعة. يا الله، مشغولين بالساعة، الخليل والكليم وروح رب العالمين وسيد البشر أجمعين إمامهم وسيدهم المصطفى، فتذاكروا أمر الساعة. خلي بالك من الأدب. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فردوا أمرهم إلى إبراهيم الخليل، فردوا أمرهم إلى إبراهيم، فقال إبراهيم لا علم لي بها. يا الله، لا علم لي بها. الخليل، انظروا إلى الأدب مع الله سبحانه، لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى الكليم، فقال موسى لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى، فقال عيسى أما وجبتها لا يعلمها أحد إلا الله. الوقت الذي ستقوم فيه لا يعلمه أحد إلا الله، أما وجبتها لا يعلمها أحد إلا الله، وفيما عهد إلي ربي، انظر إلى كلام عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص. سأتكلم إن شاء الله جل وعلا بالتفصيل عن نزول عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وسأتكلم عن خروج الدجال. فإذا رآني، أي إذا رأى الدجال عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ذاب الدجال
كما يذوب الرصاص. وفي رواية سأذكرها بعد ذلك بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا، ذاب كما يذوب الملح في الماء. إذن وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، علمها عند ربي تبارك وتعالى. بل ثبت في صحيح مسلم كما ذكرت في مقدمة هذه السلسلة أن جبريل سأل النبي الجليل متى الساعة، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وسأقف عند هذه العلامات إن شاء الله تعالى أيضا بالتفصيل. إذن وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، لكن وخلي بال حضرتك من ما بعد لكن، لكن الله الذي أخفى وقت قيام الساعة عن كل خلقه فقد أطلع سبحانه وتعالى نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى عن أمارات وأشراط وعلامات الساعة. ما فيش تعارض، وقت قيام الساعة عند ربي لكن في أمارات، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. هذه الأشراط أخبر بها نبينا، أخبر بها ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أطلع الله جل وعلا نبينا على أمارات الساعة وعلاماتها وأشراطها، ورسولنا لا ينطق عن الهوى. فالقرآن وحي والسنة وحي، القرآن وحي والسنة وحي أيها الأفاضل. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله معه يعني السنة، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه يعني السنة. فالسنة وحي، والله تعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. والحكمة هي السنة. وقال الله عز وجل لنساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة. إذن أيها الأفاضل، الله جل وعلا أطلع النبي على أمارات الساعة، وأخبر النبي أصحابه عن علاماتها، حفظ من حفظ ونسي من نسي. ففي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. يا الله يا الله، لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. وتذكرون الرواية الجميلة التي رواها مسلم من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر أطول خطبة. قام النبي يوما كاملا يتكلم يبين عن الله تبارك وتعالى، قال ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا. كلام واضح.
وهذا لا يتنافى مع قول ربنا تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة فوقت القيام لا يعلمه إلا الرحيم الرحمن. أما الأمارات والعلامات وما يحدث بين يدي الساعة من أحداث فقد أطلع الله نبينا على كل ذلك، قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول صلى الله وسلم وبارك على رسولنا، إلا من ارتضى من رسول. طيب ما هذه الأمارات والعلامات والأشراط؟ العلامات أيها الأفاضل تنقسم إلى قسمين، أو الأمارات أو الأشراط أو العلامات قسمان، علامات صغرى وعلامات كبرى. أما العلامات الكبرى فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عشر علامات، ذكر النبي في العلامات الكبرى عشر علامات في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، يعني ونحن نتناقش ونتحدث، فقال عليه الصلاة والسلام ما تذاكرون؟ في أي شيء تتكلمون وتتناقشون؟ قالوا نذكر الساعة يا رسول الله، أو نتذاكر الساعة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدخان، عد معايا كذا، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن أو من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه العلامات الكبرى وسأقف معها بالتفصيل، لكن تعالوا قبل أن نتحدث عن العلامات الكبرى لنتحدث عن العلامات الصغرى. ومن العلامات الصغرى أيها الأحبة ما قد يظهر مع العلامات الكبرى في آن، ومن العلامات الصغرى ما قد يظهر بعد العلامات الكبرى. هذا التأصيل في غاية الأهمية، لأن الأمر قد التبس على بعض أحبابنا وإخواننا من أهل العلم. أقول من العلامات الصغرى ما قد يظهر مصاحبا لبعض العلامات الكبرى، فظهور المهدي، وسأتحدث عنه بالتفصيل وسأذكر الأدلة الدامغة، لأن البعض قد أنكر أيضا المهدي. خروج المهدي وظهوره يكون في زمن عيسى بن مريم، فعيسى بن مريم سينزل من السماء، وقد وصف النبي الثوب الذي يلبسه حين ينزل، ووصف النبي كيفية نزوله بدقة بالغة، وهذا في حينه إن شاء الله. ينزل عيسى بن مريم ليصلي مأموما خلف إمام المسلمين المهدي، وإذا وجد عيسى بن مريم فالدجال موجود، بل سينطلق عيسى مع المهدي لقتل الدجال كما سأبين بالتفصيل إن شاء الكبير المتعال. فمن العلامات الصغرى ما قد يظهر مع بعض العلامات الكبرى، ومن العلامات الصغرى ما قد يظهر بعد العلامات الكبرى التي ذكرتها الآن آنفا في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري. يعني في علامات صغرى هتظهر بعد انتهاء العلامات الكبرى؟ نعم. زي ايه؟ كالريح. ايه الريح دي؟ ما انا هقول لك بالتفصيل ان شاء الله، لكن الريح
الباردة الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين على وجه الأرض حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، وفي هذا الزمن تهدم الكعبة. يا ربي ماذا تقول يا رجل؟ أقول تهدم الكعبة، ستهدم الكعبة؟ نعم، لكن في هذا الزمان، في هذا الزمن الذي تقوم فيه الساعة على شرار الخلق، يهدم الكعبة حجرا حجرا رجلا وصفه رسول الله وصفا دقيقا. طب قل لنا، لا مش دلوقتي، ده في الآخر حقول، مش دلوقتي. وحديث هدم الكعبة رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري في كتاب الحج، بل وترجم له الإمام البخاري بابا بعنوان باب هدم الكعبة، ورواه الإمام مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. طب قل لنا أي حاجة دلوقتي. لا معلش مش دلوقتي، مش هنتكلم عن هدم الكعبة دلوقتي. أسأل الله عز وجل ألا أحرم المسلمين والموحدين منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، لأن أرواح المؤمنين ستقبض بإذن الله تعالى جميعا قبل هدم الكعبة، زادها الله تشريفا وتكريما. فمن العلامات ما قد يظهر مصاحبا لبعض العلامات الكبرى، ومن العلامات ما قد يظهر بعد العلامات الكبرى حتى لا يحدث أي لبس عند بعض أحبابنا وإخواننا. فلنشرع في العلامات الصغرى، وأول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فهذه أول علامة من علامات الساعة. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي ومن حديث أنس بن مالك، واللفظ الذي أذكره الآن هو لفظ الإمام مسلم من حديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وضم النبي السبابة والوسطى. بعثت أنا والساعة كهاتين وضم النبي صلى الله عليه وسلم السبابة والوسطى. ليه؟ لأن ما فيش بينهما أصبع ثالث، أو لأن السبابة تلي الوسطى، أو لأن الوسطى تلي السبابة بلا تفرقة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم والساعة مع بعضهم البعض، بعث في نسم الساعة، ليس بعده نبي. فمجرد ظهور النبي عليه الصلاة والسلام علامة على قرب الساعة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وأعمار الأمم تختلف عن أعمار الأفراد حتى لا يلتبس الأمر عليك، أعمار الأمم تختلف عن أعمار الأفراد. فمبعث النبي عليه الصلاة والسلام أول علامات القيامة، أول علامات الساعة، لأنه ليس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نبي، فهو خاتم الأنبياء، وبعده مباشرة تأتي القيامة. قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فهو بلا شك خاتم الأنبياء، لا نبي بعده ولا رسول بعده، بل تأتي بعده مباشرة الساعة والقيامة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، والشاهد من الحديث وختم بي النبيون. فمهما ادعى المدعون والكذابون فلا نبي بعد المصطفى ولا رسول بعد المصطفى، وختم بي النبيون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، ومجرد بعثته ومجرد ظهوره أول علامة من علامات الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى.
العلامة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة في حديث واحد رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عوف بن مالك، وقد ذكرته كنموذج من نماذج علامات الساعة في حلقة المقدمة. الحديث رواه البخاري من حديث عوف بن مالك أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدد ستا بين يدي الساعة. عد معايا، اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، أي موت النبي صلى الله عليه وسلم، موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم تكون فتنة لا تترك بيتا في العرب إلا دخلته، ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. قف مع العلامات التي وقعت من هذا الحديث. موته صلى الله عليه وسلم، مات الحبيب، وكان موته من أعظم المصائب التي وقعت بالأمة، حتى قال أنس رضوان الله عليه، والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أظلم منها كل شيء. رضي الله عن أنس، عن هذا الحبيب المحب، ولم لا، وبموته عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي من السماء، ويا لها من كرامة لا يستوعبها كثير من الخلق. ففي صحيح مسلم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام انطلق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ليزور أم أيمن حاضنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدخل عليها فوجداها تبكي، فقال لها: يا أم أيمن، ما عند الله خير لرسوله، إنما عند الله خير لرسوله، أو ما عند الله خير لرسوله، أي مما أعطاه في الدنيا، لا تبكي. فقالت أم أيمن: أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكنني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، لأن الوحي قد انقطع من السماء. صحيح، رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، معنا بسنته، معنا بشريعته، معنا بهديه، معنا بأخلاقه، بل يحيا في قبره الآن حياة برزخية لا يعلم حقيقتها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ففي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن من حديث أوس بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي وقد أكلت الأرض جسدك يا رسول الله؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فما ظنكم بجسد أطهر الأنبياء وسيد الأنبياء وإمام الأتقياء الأصفياء حبيب رب الأرض والسماء صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم أيها الأحبة، موت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي وقعت بهذه الأمة، بل أنا أدين الله بأنها أعظم مصيبة، بأن موته أعظم مصيبة وقعت بالأمة.
بأبي هو وأمي وروحي. لكن شاء ربنا وقدر ألا يخلد أحد في الأرض ولو كان المصطفى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال ربنا جل وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علامة من علامات الساعة. اعدد ستا بين يدي الساعة وذكر عليه الصلاة والسلام موته بأبي هو وأمي وروحي. ثم فتح بيت المقدس. وقد فتح بيت المقدس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة، فلقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام في العام 11 للهجرة، وفتح الله بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في العام 16 للهجرة. فتح بيت المقدس، وقعت أيضا هذه العلامة. وعاد أو وجاء عمر بن الخطاب من المدينة النبوية المطهرة إلى فلسطين ليتسلم بيده مفاتيح بيت المقدس، وأعطى أهلها أمانا على أنفسهم وأموالهم بل وكنائسهم رضي الله عنه وأرضاه. ثم موتان بضم الميم وباء طاعون، وهو طاعون عمواس، وعمواس مدينة في فلسطين على بعد 6 أميال تقريبا من الطريق إلى بيت المقدس من مكان يقال له الرملة. عمواس طاعون انتشر وقتل فيه 25,000 من المسلمين، وعلى رأسهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله. ثم موتان طاعون يأخذ فيكم كقعاص الغنم، أي ينتشر فيكم كما ينتشر الوباء في الماشية أو في الأغنام، وقد قتل فيه خلق كثير كما ذكرت. ووقعت هذه العلامة أيضا كما قال علماؤنا. ثم استفاضة المال، يكثر المال. في لفظ البخاري لا تقوم الساعة حتى يكثر المال. وفي رواية مسلم حديث موسى الأشعري ليأتين على الناس زمان يخرج فيه الرجل بصدقة من ذهب فلا يجد من يقبلها منه. وفي صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يشكو إليه الفاقة، الفاقة يعني الفقر، وجاءه آخر يشكو إليه قطع الطريق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم رضي الله عنه يا عدي هل رأيت الحيرة؟ هل رأيت الحيرة؟ قلت لا يا رسول الله، ولكني أنبئت عنها. فقال عليه الصلاة والسلام لئن طالت بك، لعدي، لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، لترين الضعينة، والضعينة هي المرأة التي تركب فيها ودجها، لترين الضعينة تخرج من الحيرة لتطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. يقول عدي فقلت في نفسي فأين دعار طي الذين سعروا البلاد، أي أين قطاع الطرق الذين سعروا البلاد وقطعوا على الناس سبلهم. يقول عدي وقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولئن طالت بك حياة
لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال الصادق: كسرى بن هرمز. يقول عدي: والله لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة لتطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. يا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز. قال: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال الصادق أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ليخرجن الرجل بملء كفه من ذهب أو فضة لا يجد أحدا يقبله منه. هل وقع هذا؟ نعم، في أي عصر، في أي زمن؟ في زمن عمر بن عبد العزيز، كما يقول كثير من المحققين من أهل العلم. حتى كان الرجل في عهد عمر يخرج بالصدقة فلا يجد أحدا يقبل الصدقة منه، لأن الله جل وعلا قد أغناهم من فضله ورزقهم إماما عادلا، أرسل منادية لينادي في البلدان والأمصار: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. فسدد عمر بن الخطاب ديون المدينين. من أراد الزواج من الشباب ولم يجد النفقة فزواجه من بيت مال المسلمين فزوج الشباب. من أراد الحج ولم يجد النفقة فنفقة حجه من بيت مال المسلمين. فكان الرجل يخرج بالصدقة يبحث عن فقير فلا يجد، أغناهم الله من فضله بالبركة التي بركت في بيت مال المسلمين بفضله جل وعلا، ثم بفضل عدل هذا الإمام التقي الأمين من طراز عمر. فهذا الشبل من ذاك الأسد، أستغفر الله، بل هذا الأسد من ذاك الأسد. وقال أيضا بعض أهل العلم: وسيقع هذا في آخر الزمان، في زمن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، حين تنزل البركة مرة أخرى إلى الأرض، لأن البركة الآن قد نزعت من الأوقات كما سنرى، من الأطعمة، من الأشربة، من الأعمار، من الصحة والعافية، من الثمار، نزعت البركة، وستعود البركة إلى الأرض مرة أخرى بإذن الله جل وعلا، وهذا في عهد عيسى بن مريم كما سأبين بالتفصيل إن شاء الله. حتى يخرج الرجل في هذا الزمن بالصدقة فلا يجد أحدا يقبل منه الصدقة، لعلم الناس بقرب قيام الساعة، ولعلمهم بأنهم ليسوا في حاجة إلى مثل هذا المال. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ثم تكون فتنة، ثم تكون فتنة لا تترك بيتا في العرب إلا دخلت. الله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الفتنة، وما أكثر الفتن، وما أكثر الفتن. لكن ليس من العقل ولا من الإنصاف أن يجزم عاقل فضلا عن رجل يتكلم بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله بأن هذه الفتنة هي كذا، هي وسائل الإعلام مثلا بصورها المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة. أقول لا يستطيع عاقل أن يجزم بهذا، أو أن يسقط حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شيء بعينه، وإنما الله أعلم بمراد نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن خذوا العلامة السادسة في هذا الحديث، قال: ثم تكون هدنة، هدنة بينكم وبين بني الأصفر. وبنو الأصفر كما ذكرت هم الروم، والروم بلغة العصر الذي نحياه هم أهل أوروبا وأمريكا. قال: ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون، فيغدر بنو الأصفر أو فيغدر الروم،
فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، والغاية هي الراية التي ترفع للجيش. وسميت الراية بالغاية لأن الراية غاية الجيش، فإن سقطت الراية سقطت الغاية. فيأتونكم تحت 80 غاية، أي تحت 80 راية، تحت كل غاية 12,000. وقد ذكرت رواية أخرى رواها أبو داود وابن ماجة وابن حبان بسند صحيح وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا. وأظن أننا نشهد الآن مرحلة الهدنة، يعني وقع شطر من هذه العلامة. أتصور أننا نرى هدنة بين أوروبا وأمريكا وبين جل المسلمين أو جل دول وبلاد المسلمين، ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. أما في الرواية الأخرى ستصالحون الروم صلحا آمنا، ستصالحون الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون، فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول، أي بمكان تكثر فيه المياه وتكثر فيه الخضرة، ثم تنزلون بمرج ذي تلول. فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: انتصر الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، يقول صلى الله عليه وسلم: فعندئذ تكون الملاحم، فيغدر الروم فيأتونكم تحت 80 غاية، مع كل غاية 12,000، مع كل غاية 12,000. هذا حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تكلم فيه عن 6 علامات من العلامات التي ستقع بين يدي الساعة. أما العلامة 8 حدثت عن مبعثه الشريف، ثم تحدثت عن هذه العلامات. أما العلامة 8 فهي ظهور الفتن. أسأل الله عز وجل أن يعصمني وإياكم من الفتن. ظهور الفتن، والفتن جمع فتنة، الفتن جمع فتنة، والفتنة هي الابتلاء والاختبار والامتحان. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالفتنة هنا بمعنى الابتلاء، بمعنى الاختبار، بمعنى الامتحان. فظهور الفتن وكثرة الفتن من علامات الساعة. وأظن أننا نرى الآن فتنا، أسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم منها بمنه ورحمته وكرمه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفتنة وصفا دقيقا. تدبر معي، التقف مع هذه الكلمات النبوية. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنة، بادروا سابقوا بالأعمال الصالحة الفتنة قبل أن تقع بأحدكم، بادروا بالأعمال فتنا. اسمع الوصف النبوي: كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم،
انت متصور الوصف للفتنة؟ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ لماذا يكفر في يوم واحد أو في ليلة واحدة؟ ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا تاني الرواية، تاني ده واقع أليم، واقع مر. بادروا، سابقوا بأعمالكم الصالحة الفتن قبل أن تحل بكم وقبل أن تنزل وتقع. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا. معك في صلاة الفجر في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، تبحث عنه في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء، غير موجود. طب اليوم الثاني غير موجود، اللي بعده غير موجود، أين ذهب؟ كفر، ارتد، خرج عن الدين. ليه؟ باع الدين بماذا؟ بعرض من الدنيا. حقير. ربما يدخل في المساء يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، صلى معك العشاء، ابحث عنه في صلاة الفجر، غير موجود. الظهر غير موجود، العصر غير موجود، بعد ذلك أين ذهب؟ دخل إلى غرفة من غرف الشات أو غرف الدردشة، أو جلس في مجلس ولم يخرج منه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. باع دينه، سلم يا رب، باع دينه بعرض من الدنيا، بكرسي زائل، بشهوة فانية، بلذة فانية، بمنصب حقير تافه، مستعد أن يبيع الدين من أجل كرسي، من أجل منصب، من أجل مال، من أجل شهوة، من أجل شمة هروين، يبيع دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله، من أجل لذة فانية وشهوة محرمة مع امرأة حسناء ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يخرج من هذا المستنقع بعد ذلك. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بلعاعه، بشيء تافه حقير إلى زوال. أظن ده واقع خطير وقع فيه كثير من الخلق على مستوى البشرية كلها، يبيع الدين بدنيا بعرض حقير من أعراض هذه الدنيا. قد يفرط في حجاب امرأته من أجل كرسي أو من أجل منصب، قد يأكل الربا والحرام ويأكل أموال الناس بالباطل من أجل شهوة رخيصة، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، ماذا قال؟ نتعرف على قوله الكريم في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.